حد يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يروحوا عيال تجري ويروحوا كده ما ينفعش. ضربني في صدري يا ابني والنبي، ضربني في صدري. واحد يقول لي ايدك يا حاجة، ما حدش يمد ايده على موكلتي، انا المحامي بتاعها. ولا اعرفها يا حضرة الضابط. ما تخافيش، ما تخافيش قلت لك. بصي ما تقوليش اكتر من ان انا بريئه، انا مظلومه وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ها هتقولي ايه؟ انا جعانه يا ست، انا عازمك بعد الجلسه، هاكلك بعد الجلسه. ركزي بقى معايا، ابوس ايديكي في عرض ابوكي علشان دي اول فرصه ليا. انت ممثل؟ لا مش ممثل. والنبي شكلك من الممثلين يا ستي. انا شكلي كده اعمل له ايه؟ بتمثل في الهند؟ في الهند انت؟ لا مش في الهند، ابوس ايديكي عشان دي اول قضيه ليا. اول قضيه؟ اه. ما اتقفشت في ايه؟ ما اتقفشتش يا ست، انت اللي مسوقه وانا جاي ادافع عنك. ركزي بقى. بصي من الاخر بقى، قولي ورايا بس. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب بيا. انا اتلعب فيا. ايه ياما اللي انت بتقولي؟ ياما عيب ياما، اتلعب فيك ايه؟ امال اتلعب فيك؟ لا ما اتلعبش فيا ولا اتلعب فيك. امال اتلعب في مين؟ ما اتلعبش في حد يا ست. امال فين الواد اللي اتلعب فيه؟ هندور عليك وهنمسكه ان شاء الله، وحاسبي حد يجرجرك في الكلام. ما حاسبي الله ولا ما تلاقيش في اللي عرفني عليك. وبعدين بقى يا ست ما توترنيش بقى، خليني اشوف شغلي. عايز اركز لو سمحتي. بص تعالي ننسى اللي فات ونبدا مرحله جديده خالص. ايوه. انا مش عايزك تقولي اكتر من اللي ورايا. ايوه قول. انا بريئه. انا بريئه. انا مظلومه. انا مظلومه. انا اتلعب فيا. شفت؟ شفت بقى؟ انت اللي طلعت بريسيسيون. انا اسف، انسي اللي فات خالص، لو سمحتي سيبيني اشوف شغلي. انت مين يا واد؟ يا ست هانم، يا امبراطورة الشرق، حلفت لك 100 يمين ان انا المحامي بتاعي. اول نري. انت المحامي بتاعي؟ اه. طب وانت انا جايبك هنا؟ معزوم على قضية. وبعدين انت الواد ريت يا ست، انا جاي اساعدك. شايفني مكسخة؟ يا ست شايفني عوجة؟ شايفني حورة؟ انا ايه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ وقعة سودة؟ ايه اللي وقعة سودة دي؟ يا ست يا ست يا كبير، انت بتنادي ايدك عليا يا ابن الواد؟ بصي وطرتيك. انا بص اخش الحمام وما تقليش قدامك تاني، ارجع من الحمام تكوني حفظت. يلا هي كان بيزغني في صدري. برا ان شاء الله يا ست قطاطه. انت مين يا عم امك انت كمان؟ برا ان شاء الله يا ست قطاطه. انت مين يا وليه؟ انا سنيه. سنيه؟ ازيك يا سنيه؟ ازيك يا حبيبي؟ شفت يا سنيه عبد في قطاطه ايه؟ معلش معلش، في حد بينخورني في حبور وعايز يقعدني يا معلش يا حبيبتي، ربنا موجود وهينصرك ان شاء الله. انت مين يا وليه؟ انا سنيه. سنيه مين دي؟ يلا يا حاج، يلا يا براك، يلا انا مظلومه. مالك يا ست قطاطه؟ مالي يا ابني؟ ما انت شايف الحموله الزايده اللي انا شايلها؟ ده انا بخرب امشي بالليل لازقفش في لجنه من البروز اللي انسى كويس. قومي على القفص يلا. القفص ليه وانا حميد؟ سيبوني بقى هنا اتفرج على فيلم انا لوحدي. يا ست خليني اشوف شغل انا عند الضغط. سيبوني اتفرج على فيلم بتاع الفيلم بقى. انت ازاي بتكلمها بالطريقه دي؟ رقم اولا دي ست كبيره، لو سمحت سيبنا لوحدينا شويه. انت مين يا واد؟ لو سمحت انا ممكن اصعد الموضوع. فين حقوق الانسان؟ معاك دقيقتين. ابو الحسن جاي عليها ايه؟ عشان خاطر ركزي معايا بقى، عشان خلاص جه وقت التركيز. احنا جوه المحكمه. محكمه؟ احنا جوه محكمه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا كابتن. ما تفرقناش ان احنا هتيجي جوه. انت مين يا واد؟ انا مين ايه؟ انت بتشغل ايه؟ مدرب كاراتيه يا ستي. هو انا مش باين عليا ان انا محامي خالص؟ والنبي يا ابني وانا باين؟ لو باين هقول لك. انت زي ابني يعني. طب الروب ده ما بيفكركيش بحاجه؟ اه بيفكرني. بايه؟ بالرجل الوطواط. وطواط ايه بس؟ بتاع التلفزيون زي المسلسلات بتاع باك مان والسايتر مان. هي جلسه مش معديه، انا عارف، انا مش مكتوب لا ترافع خالص. قومي يا ست بقى، خلصينا بقى، قومي بقى. لو سمحت لو سمحت، انا اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. خليني اشوف شغلي. لو سمحت. مين هيخش القفص؟ امك. دخلها. قومي بقى. طب الفيلم هيبدا امتى؟ قومي غلبتيني. يلا يلا جنتو 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 يلا. خلاص ياما، قبل ما نفترق من بعض المراجعة النهائية بقى. ماشي يا واد. انت مين يا بقى؟
واد مين ايه؟ ما انا هو اللي كان هناك. انت طالب من منظرين؟ لا انا هو واحد بس. انت واحد بس. محكمة! أنا رجع! أنا مظلومة! أنا سافرية! سكوت! أكشن! أنا مريم مظلومة وسافرية! سكوت! النيابة تفضل. سيادة القاضي، حضرات المستشارين، قامت المدعى عليها قطاطة عطعوت باستغلال براءة المواطنين البسطاء وظروفهم الصعبة والملحة، وأوهمتهم بقدراتها العجيبة على استثمار أموالهم وتحقيق أكبر عائد مجز لهم في حياة الملايين. اسلم حنكك. أوه يا سكارة، والنبي صوتك حلو، ما تعمل سيريس ويتنزلوا. سكوت. أكشن. لقد قامت بجمع أموال ومبالغ طائلة تخطت ملايين الجنيهات. أعترض يا سيادة القاضي، ده ظلم وافتراء مبين. أقعد. ليه كده طيب؟ ليه بتبوظي ستايلي ليه؟ كمل يا سكارة، كمل يا سلام حركك. لقد استولت على ملايين الجنيهات قرابة 3 ملايين جنيها مصريا. لا، أنا كنت بقعد أول بحبك عشان أنت كنت ماشي كويس، إنما دلوقتي مش أنا بحبك، لأن هم أصلا 20,375,000 جنيه و80 يا أما اسكتي، خالص ما تتكلميش خالص. وفي إيه؟ سكوت. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة. أيوة كمل يا أستاذ، كمل، ليش لمبوعك؟ يا ستي أنا اللي أقول مين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. لا، ده كان زمان قبل الثورة، لكن دلوقتي خلاص الناس قلوب هتشال منه خوف. تفضل كمل يا أستاذ، كمل. سكوت. أكشن. النيابة تفضل. فبعد أن قام المساكين بتسليم ما يملكونه من حطام الدنيا لها، أيوة، بدأت المتهمة في المماطلة والتهرب من إعطائهم الفائدة المنتظرة أو حتى أصول أموالهم. أيوة، اسخن بقى كده، زاعمة أنه قد تم التغرير بها. صلاة النبي عليك، أيوة الله يا باشمهندس، اتلعب بيا. والله العظيم يا ست لو ما سكتي لديكوا حكم عشوائي. حقك، ما انت رئيس لكل المصريين. يا ست قطاطة، انا هنا رئيس المحكمة وبس. وضحت؟ خلاص طيب، ما تزعلش كده يا حضرة الظابط. حضرة الظابط، انا مش عارف واحدة مغيبة زيك ازاي تضحك على الناس وتلم كل فلوسهم كده بمنتهى الرضا. ايه ده بيقول ايه ده؟ كنت بتعملي لهم ايه؟ بتسحري لهم؟ صدقت يا سيادة القاضي، فالثابت من التحقيقات وإفادة الضحايا تفيد أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول وقدرتها العجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي، فيفعل ما تأمره به مهما كان. يعني وحدة حباها المولى عز وجل بخيال خصب يتمناه أعظم الكتاب والمؤلفين، بدل ما تستخدم القدرة دي في الخير وفيما هو مشروع، أخذت تستغله في الدجل والشعوذة والفسق. سعادتك، ودي تهمة تضاف لجرائمها السابقة. طبعا. طلبات النيابة. أنا عايز واحد حيوان أمشي. يا ولية كلام، عندك أي إضافة عايزة تقوليها؟ عايزة ترسم على حيوان أمشي. يا سيادة القاضي، لا تتركوها، لا تتركوها تراوغكم هكذا. يا صدام.
الإعلام. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة أطاطا عطعوط الزو. وشكراً لكم، شكراً لكم. هو ده هيبقى عسكري كبير قوي في الزبطية البطوق. سكوت، الدفاع يتفضل. ايه ده؟ الكابتن وائل جمعة جه؟ وائل جمعة مين يا ست؟ الدفاع يعني المحامي، عندك محامي؟ أنا هنا يا ست القاضي، حاضر عن المتهمة. ويا ريت ننسى اللي فات. ننسى اللي فات؟ بس بقى عشان هترفع أنا دلوقتي. بس بس اتفضل يا أستاذ. شكرا جدا سيادة القاضي، و اولا احب اعبر عن سعادتي لوجودي وسطيكم، ويا رب المرافعه تنول اعجابكم. اديله ورده يا واد وبوسه يلا. بس بقى سياده القاضي، حضرات المستشارين، الساده الحضور، وانا وانت مرعاص يا جدع. وسيط مرعاص يا واد. لا سمح، ممكن سكتها عشان مش عارف اركز. سكوت اكشن. سكوت، ادخل يا أستاذ في الموضوع. سأدخل سيد القاضي. يرى ممثل الإدعاء، ودي رؤيته سيادة القاضي، أن موكلتي قد قامت بجمع مبالغ من المواطنين، ولكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات. طب هيهات سجارة بقى لحسن خرمتي نفوخي. سكوت، كمل يا أستاذ. في حقيقة الأمر سيد القاضي، أن الأهالي هم من سعوا ورائها وراحوا يتوسلون إليها. والنبي يا حاج قطط، والنبي يا خالتي قطط، خلي الفلوس دي عندي، خليها معاك وشيليها ويمشوا ويجروا. يا بنت تعالي، يسيبوها ويجروا. سيد القاضي، وأن للتوسل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، ولما التوسل سيد القاضي؟ لتأخذ أموالهم لتستثمرها عندهم لثقتهم فيها. معاش أعيد دي تاني، لثقتهم فيها. كذاب كذاب وحيادك يا أستاذ الظابط. في يا ست القاضي بقى، ما تسيطر شوية. سكوت. لثقتهم فيها وسيرتها العطرة وروحها النقية. انظروا إلى وجهها. معاش ست القاضي، انظر إلى وجهها. هل هذه تاخذ أموال من ناس عافية؟ دي تاخذ أموال عافية ازاي؟ منين؟ منين سيد القاضي؟ كذاب كذاب في أصل مصر. أنا اللي اتحكت على الناس وخدت منهم الفلوس، مش كل حاجة أنا عملتها. أرجو إثبات ما تقوله المتهمة بمحضر الجلسة سعادتك يا فندم. يعني محدش من الضحايا إدالك فلوسه كده من نفسه؟ نفر. وما بتنكريش كمان إن أنت خدت فلوسهم عشان توظفها لهم؟ جميل. يعني أنت معترفة؟ نقدر مش معترفة بحاجة، وبطلب البوليس. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. أنا مش هكمل مرافعة سيادة القاضي، لأن كل حاجة بانت على وضوح. أستأذن بشكل شيك عشان ما تحرجش أكتر من كده، ونتقابل في قضية تانية إن شاء الله بإذن الله. يا حبيبي الحمامة على الشمال، خش على طول. بس بقى بس بقى. خلاص خلاص، عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ مشكلة يا جلالة الملك، في أيامك في أيامك يا جلالة الملك اتبهدلنا من بعدك. رفعت الجلسة للمداولة. محكمة. أنا بريعة، أنا مظلومة، أنا اتلعب فيا. اسكتي بقى.